مرحبا، يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج فن نيوز بلشت. رح ناخذكم بجولة سريعة لنتعرف فيها على آخر أخبار النجوم والمشاهير محليا عربيا وعالميا. كشف النجم الشاب خالد عن شكل العلاقة يلي ربطته بوالديه، مستذكرا لحظات جمعته بوالدته يلي وصفها بالمبروكة وكانت تتهاون معه بأمور كتيرة ما كان يفعلها والده، وأنه كل ما بيتذكر أفراد عائلته يلي توفوا بيبكي. وخلال اللقاء استعاد الشاب خالد اللحظات الأخيرة قبل وفاة والده وسرد فصول من طفولته. كاشف أنه كان بائع عصير على الطريق أيام الفقر، وأنه أيام صباه كانت حافلة بالمعلمين العرب من سوريا وفلسطين ومصر يلي كانوا يشتغلوا بمهنة التدريس. عاصي الحلاني ووائل جسار وعبير نعمة نجوم مهرجان الموسيقى العربية لـ2024. كشفت إدارة مهرجان الموسيقى العربية عن تفاصيل الدورة الـ32 يلي رح تكون بين 11 إلى 24 أكتوبر تشرين الأول المقبل بدار الأوبرا المصرية، وبيشارك بالمهرجان عدد كبير من نجوم الغناء العربي من لبنان، وبيشارك كل من عاصي الحلاني والجسار وعبير نعمة، وبيضم المهرجان من مصر مجموعة من أبرز الفنانين مثل هاني شاكر، علي الحجار، مدحت صالح وتامر عاشور وأحمد سعد. وبيشهد حفل الافتتاح تكريم العديد من الرموز بمصر والوطن العربي بمقدمتهم الموسيقار عمر خيرت، ورح يتم أيضا تكريم الموسيقار والفنان الراحل أحمد الحجار من مصر والفنان المغربي فؤاد زبادي وعازف العود حازم شاهين. هاي كانت جولتي السريعة على آخر وأهم الأخبار الفنية بالساعات القليلة الماضية. أكيد موعدي معكم بتجدد بكرة بترندات المشاهير والنجوم المفضلين عندكم. باي.